يبا انت ايش تبين يايا عقب اللي سويته؟ ايش تبين يايا؟ يبا ولي خليك، خلينا قاعد مع ابوي شوي، ولي زلمتش يما. وانت بعد لك عين تيهني عقب اللي سويته؟ عمتي الله يخليك، ترى مو وقتها. لا تقول عمتي، انا مو عمتك، عمت عينك. اللي صار لهذا كله بسببكم انتم. اخذها واطلع برا، لا اطلب لكم الامن الحين. ماني ماخذها. بنيه خايفه على ابوها ومن حقها انها تشوفها وتطمن عليه. ما راح تاخذها؟ خير ان شاء الله. فولي سلمك، سامحني. فولي خليك حللني. انا اللي بنتقم لك منهم. خلاص مش هنروح لأمك تسوي لنا سالفة. يلا يبا سامحني، يبا ولي خليك حللني. فيك وقفه وراي كذي؟ من هذا قاعد يزن مسجات حب وغرميات؟ هذا واحد من ربع. وش في هذا واحد من ربع؟ ان شاء الله عنده فراغ عاطفي. برودكاست مطرشه للكل، مو لي انا بروحي. ايش فيك؟ برودكاست. يلا مو مهم، انا بس اشوفك رحت الدوام ولا الحين. الحين بروح على فكره، لا تنطريني على الغداء. يلا وايد خايف على ابوي، خاف يصير في شيء. لا تحاتين حبيبتي، ان شاء الله ما في شيء. وكل العافيه، رب العالمين حافظه. صدقيني الايام الجايه بتزورينا وبتشوفين احسن من كذي. ذكر الكلام ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يسمع منك. امين. هذا عمر اخوي. الو، هلا عمر. تبي صدق؟ من شوي كنا عنده. شو تقول لي مات؟ ايه ابوها. مو ابوها ومن حقها تطمن عليه؟ يلا يلا خلاص، يلا يلا باي. خير صاير؟ لا مو صاير شيء. عمر داق علي، في واحد من ربعي الظاهر انه قاعد يدور رقمي ومو محصلني، فكلم عمر وقال له ابي عثمان، لازم اروح اشوفها. المهم ايش رايك اقطك انا بيتكم وبعد ساعه كذا اجي لك؟ اوكي يلا. ليلى، بنات في الجمعيه وايد مستائين، الانشطه شبه متوقفه، تينا دعوات لافتتاح معارض وانتي رافضه تروحين. ما يصير كذي. انا وين وافتتاح المعارض وين؟ صدقك انتي يبا، انا اللي فيني كافيني. الله يهداك، انت يا الحين شخصية عامة والكل يحبك، وبعدين الناس تعرفوا عليك بعمالك الخيرية اللي تسوينها. ما يصير كل هذا يتوقف بس علشان أزمة وتعدي. مالي خلق، مالي خلق. حتى أنا مالك خلقي؟ مالي خلق حتى نفسي. أفا يا ليلى، ليلى قبل ما أكون مديرة أعمالك ترى أنا أختك وصديقتك. افتحي لي قلبك، قولي ليش اللي مضايقك. فيني الموت يا سمية، الهموم قاعدة تتحدف علي من كل صوب. اسم الله عليك يا بعد عمري، لا تقولين هالحكي. عيالي يا سمية تجرأوا علي وايد وتمادوا، ماني مصدقة. معقول الناس يعيدون النظر حتى بأمهم عشان الفلوس؟ يصير كذي عادي يصير؟
لا يا ليلى، لا تقولين هالحكي، بالعكس عيالك يحبونك، وهذا انت قاعده في بيتهم وتصرفين من فلوسهم وما حتى حكى وقال شيء. ما كانوا يدرون، بس عماد اللي كان يدري، ويوم دروا الحين اشوف نظره العقاب والحساب بعيونهم كل لحظه وبكل ثانيه. حتى لو دروا انت يمهم، وبيتهم هو بيتك وفلوسهم هي فلوسك، وهذا الشيء ما ظنيتي راح يتغير. عندك مكالمة خاصة ضرورية. ما عليك. لا حول ولا قوة. أبوي شلونه؟ تسرين عرب وجهك ما ذبحتني. يلا عرب ما ذبحتني. تسرين عرب بس ودك معي. بس عمتي بس خلاص هدي بسم الله عليك، ما تسوى السالفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس عمتي بس ما أبي أشوفها، ما أبي أشوفها بالبيت. خلاص راحت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش فيكم يا عيال؟ شكلكم مو طبيعي. عظم الله أجرك يما. منو؟ رايل عمتي توفى. شلون توفى؟ الحين مو مهم شلون توفى. المهم أن انتقل رحمة رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشلون عمتكم الحين؟ والله مو زينة يما. منهارة ما تلام. لام الله من لام. عظم الله أجركم يا عيال. أجرنا وأجرك يما. عندك الو. هلا حبيبتي، شلونك؟ اي انا ما عندي شيء اليوم. بتيلي؟ صدق؟ خلاص اوكي، ناطرتك انا. يلا يا قلبي، مع السلامه.
عظم الله اجرك. اول ما خلص العزاء طلعت ويتك على طول، حبيت اطمن عليك. شلونك الحين؟ ريما انا قاعد احاجيك، ليش ما تردين علي؟ عثمان انا ما ادري شلون بكمل حياتي معك، كل ما بشوف وجهك بذكر ان احنا السبب وفاة ابوي. الحكي ذكري الله وتعوذي من ابليس، ترى هذا امر الله. وين رايحه؟ راح اشوف امي. تبي تشوفين امك؟ ايش عقبه؟ عقب ما طردتك امك اللي ما استقبلتك حتى بعز ابوك، اللي ما رضت انك توقفين يمها وتسلمين على الناس، الناس تعزيج، انت بتروحين تشوفينها؟ ما يخالف عثمان، هذه امي. بظل ابوس ايدينها وريولها لما ترضى علي. عثمان انا مو مستعدة ابيع الجنة عشان اشتري الدنيا. ريم، ريم انا قاعد احاكيك. يلا حبيبتي انا بمشي. ليش تمشين؟ خليك قاعده سوي الناس. يا معوده حزت غدا، واكيد ريلي جبي ما بيثقل عليك. لا تحاتين، ريلي ما يعد غدا اصلا، هو يخلص دوام المغرب. الله، ايش هالدوام اللي للمغرب؟ اشتراني عنه، بس هو هالفتره كلها ما يتغدى بالبيت. غريبه، في ريال ما يتغدى مع مرته؟ اي في فيصل. السحر حبيبتي، انا رفيجتك، انتوا فيكم شيء قولي لي. ما فينا للعافيه، بالعكس، بس هو يعني هالفترة شوي مشغول مع الدوام. إيه يمكن، بس نصيحة يا سحر، ديري بالك على ريلك، فتحي عيونك وذونك لا تصيرين فاهية. لا تحاتين، مفتحة عيوني عدل، بعدين فيصل مو مخلي علي قاصر، تدرين لو درى إنه في شيء بخاطري قبل لا أقول له يجيب لي إياه يحط لي إياه تحت المخدة. واحد مثل هذا بالله شلون أشك فيه؟ هذا اللي نخاف منه، ليكون إحساس الدم يخليه يسوي كذي. خلينا من هالسالفة الحين، بطلب بيتزا، شو رايك؟ اطلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. يما عثمان اتصل فيني. عمر عماد ايش فيك؟ الله يهداك، ترى هند زوجتي واحدة من نوفينا، ما هي غريبة. ايش يبي عثمان؟ يبي يعيش معنا في البيت. تلقى امي بتوافق يعني؟ وليش ما توافق؟ مثل ما احنا لنا حق ونصيب في البيت، هم هو له حق. اشوفك صفيت معه. انا قاعد اتكلم بالمنطق، فكر بعقلك قبل لا تفكرين بقلبك. وبعد شنو قال لك اخوك عثمان؟ يا جماعة خلونا نتكلم جد شوي، هو صدق سوى شيء امي مو راضية عليه، بس مهما يكون هذا اخونا وما نرضى يعيش بعيد عنه. بس هو اللي اختار القطاعة. لو هو اختار القطاعة كان ما قال انا بسكن ببيتنا مع مرتي. يما ايش رايك بهالحكي؟ يما إذا على البيت فهذا بيتك، بس هم بعد عثمان أخونا وما نرضى يعيش برا البيت. ما يبلك بعد طاري الشركة؟ لا، بس أكيد يبي طالب بحقه.
وإذا عاندناه ورفضنا بيوصلنا للمحاكم.